عن جد شكرا كثير، دائما كنت احلم بهذا الشيء، وقبل ما اموت انت خليتني اعيش هاي اللحظات. انا كثير مبسوطه عن جد، شكرا كثير. حياتي تعرفي هلأ لوين بدنا نروح؟ بدي أخذك على أرقى مكان باسطنبول وبيروحوا عليه كل المشهورين اللي بتحبيهم. منفوت من الباب الأمامي بس بتطلع شو رح نساوي؟ أنت من شباك تواليت الصغير بدك تدبي حالك وتهربي، لأنه في أسلوب للهرب من الصحفيين. طبعا صرنا مشهورين هلأ لك. طالما صرت مشهورة لازم اتحمل النتيجة، ما أنا سهل تكون مشهورة. يلا تحرك لشوف. صحتي. حسن عم قلك تعب بسرعة على البيت وإلا رح دق للشرطة. حبيبتي هلأ عندي مريض ومو قدران اتركه، صدقيني بوعدك بس خلص شغلي بجي. طولي بالك ولا تعملي شي، ماشي؟ مشان الله تعب بسرعة، ما عاد فيني اتحمل أكتر. حاضر حاضر. حسن مرحبا، أنا غصون. إذا بتريدي قبل ما تعيطي صرخي اسمعيني منيح، اوعك تسكري. انتي شو بدك لسه؟ بدي اياكي بموضوع مهم كتير ولازم نلتقى. انا قاعدة باخر الحارة، مرت عمي مانا معي هلأ، لو سمحتي تعالي. بس بسرعة. طيب جاي فورا، اتفقنا. جبت لك موز وشوية بردقان لأنك بتحبه. شو انبسطتي هلأ؟ صار اللي بدك ياه، ما عاد في بالمطعم موسيقى. حبيبي أنا ماني ضد الموسيقى بالمحل، بس أنا كان اعتراضي على أنه يكون بمحل البيتزا تبعنا فرقة موسيقى جاز. أنت مو بس معترضة، بصراحة أنت مشان يصير اللي بدك ياه دخلتي بالموضوع. يعني لأنه مقتنعة أنه فكرتي صح دخلت بالقصة، وأكيد هذا الشيء من حقي. وانت معك حق، يعني كان لازم أخذ رأيك وحاول أقنعك بالموضوع أكتر، بعتذر منك. مزبوط رفيف، كان لازم بالأول تقنعيني إذا كنتي مهتمة فيني طبعا، وإذا كنتي عاملة قيمة لرأيي، وإذا كنتي واثقة أنه جوزك بيعرف يتصرف. وين جبتي هذا هلا؟ نزلته من فوق الغزانة اللي بغرفتنا. مو كان بدك تسمع موسيقى؟ تفضل، هاي آلة موسيقية. لك لا رفيف، خدي رجعي مكانه، مو ظابطة. ليش؟ لك يا حياتي كم سنة أنا صار لي ما عزفت على الجيتار. بس أنا حابة أسمعك اليوم، لا تخجلني عمار، أنا كتير واثقة بموهبتك وبعرف إنك ما رح تكسر بخاطري. وبعرف كمان إنه من زمان كان صوتك وعزفك بياخدوا العقل، بس ما كنت قلك. يعني أول شغلة عجبتني فيك هي صوتك وعزفك. هي أنا وقتها كنت شاب يا حياتي، يعني هلأ بصراحة ما بعرف إذا عزفي وصوتي لساتهم حلوين. ليش؟ الصبح بالحمام كنت عم بتغني حلو كتير. حياتي أنا نسيت العزف، والله نسيته وما بدي أتذكره. خلاص خدي رجعي، اتدرب مرتين ثلاثة ورح تتذكر كل شي. وبعدين مو مشان المطعم، عزف كرمالي، يعني حاول تهديني شي خاص. يا الله. صدوا هدول، ما بيمشي حالهم، صار لازمهم تغيير. كتير تعبانين. طيب ماشي، إذا هيك شجعيني لشوف. طيب يلا. يلا غني عمار. لحظة لحظة بس شوي. كيف؟ هي؟ طيب. Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan,
daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özlenip birer birer günah olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. يمكن المرض أثر علي، حاسة رأسي رح ينفجر. خليني ارتاح شوي، بس بدي ارتاح ونام. طيب تسطحي وارتاحي هلأ وأنا بدي روح. وقف، لا تروح، في كتير شغلات أنا لازم قلك عليهم. تعال اقعد. شكراً كتير لإلك يا لؤي، بتشكرك من قلبي. أنت اليوم عيشتني ليلة بتاخد العقل. معلش بس أطلب منك شغلة تانية؟ طبعاً يا روحي لك، أتمني أطلبي اللي بدك ياه وبيحضر. أنا بكرة بس موت، لا تبيع هالبيت، مفهوم؟ يا حياتي، أصلاً البيت مانو إلي، هذا إليك. هالبيت من حقك، قبل ما موت بدي اكتبه باسمك، ورح تتزوج مرة تانية هون. بلا هالحكي الفاضي، خلصنا بقى. بترجاك اسمعني، بجوز ما يكون عندي وقت احكي بهالشغلات مرة تانية. لاقي وحدة تحبك لؤي، وانت كمان لازم تحبها. ما تزعلها ماشي، وجيب ولاد حلوين. لا تحكي هيك زينة لو سمحتي. لا عن جد، بدي الولاد يعبوا هذا البيت، بكفيني بس تتذكرني وتزور قبري. خلصنا يا روحي، ضروري هلا تخليني ابكي يعني. زينة، ما في لا مرض ولا شيء. يعني انا لما عرفت انك عم تلعبي علي قلت كمان خليني العب عليها، شو هالقصة؟ كيف؟ أنا ما طلعت مريضة؟ وما بدي موت؟ يعني ما في هيك شي يا روحي، أنت رح تدفنينا كلنا شكلك. أنت كنت عم تلعب علي؟ وأنت اللي بلشتي أول شيها. أنا بدي موتك. وقفي، شو صار لك؟ بدي موتك. زينة وقفي، بالأول طلعي على هاد، وبعد ما تشوفي فيكي تضربيني وعملي اللي بدك اياه، وما رح احكي شي. مو بدك تفتحي مركز تجميل؟ شو ما بدك اعملي روحي، بس انا ببلاش بدي اشي. ها، ما رح ادفع لك ولا قرش، خلي عندك علم. لؤي لؤي، انا شو بدي اعمل فيك هلا؟ حبيبتي ماشي. طيب بتعرف عمار امتى ممكن يرجع؟ ماشي، شكرا كثير لك. Thank you.
ياسمين، أنا اللي طلبت التاكسي، بس إذا بتطلع يعني بوصلك وين ما بدك. مو صح، أنا اللي طلبت التاكسي هاد. ياسمين، أنا طلبته. أنت مو عندك سيارة؟ ليش ما بتروح بسيارتك؟ هلأ مين منكم رح يركب؟ معلم، جاية لهون شي تاكسي تاني؟ والله لما وحدة اتصلت بعدك وطلبتها على نفس الحارة فكرناها مرتك. شو هالحكي هاد؟ مرت مين؟ أنا مالي علاقة فيه. ماشي، مثل ما أنك شايفة أنا اللي طلبته، بس إذا بدك بوصلك بطريقي، بس عجلي يلا. لا لا لا، لا تواخذني، أنا اللي مستعجلة. ياسمين عم قلك عندي شغلة ضرورية، بدك وصلك؟ لازم تهربي منه والطنشي وما تعطي وش أبدا، وبتشوفي كيف رح يلحقك. أنا بدي شوفه لتوفيق. هذا اللي شفته مبارح المساء مو متذكره؟ قال لي إنه دولابه طق تبع البسكليت. والله شوف هذا الإثبات، بدنا ننفخ البسكليت. اتركه للتاكسي تبعي، سكر الباب، سكره. خليني اطلب لك شاي. لا ما بدي، احكي كل شي عندك وخلصي فورا. شوفي، أنا بعرف إنه ما رح تصدقيني، بس عن جد أنا ندمانة. مين رح يصدق إنه تغيرتي فجأة وبعد كل هالشغلات اللي عملتيها فينا؟ بعرف شو ما حكيتي معك حق، بس لازم تصدقي إني مظلومة مثلك. وقت كنت مع حسان هيك عملت معي كمان. هذا حكي فاضي يا غصون، نسيلي حسان وشيلي كله على جنب. طيب ولينا، أنتي اللي قتلتيها وأنا بعرف، شفت سنانة ببيتك. لا بشو بدي احلف لك يا نرمين؟ لينا انا ما قتلتها وما لي علاقه بلوب. بعدين هدول الاسنان اضحك تقلي لي مو حقيقيين، لانه حسان مشان يحميكي كذب بالموضوع. حسان هيك عم يقول؟ بلا طول سيره، احكي اللي عندك لاني ماني فاضيه. شوفي، انا مثلك تماما هيك تعلقت بحسان، وكانت علاقتنا كتير منيحه لوقت ما فاتت لينا على حياتنا. وليش عم تحكي لي هالشغلات؟ عم احكي مشان نبهك، لانه ممكن يقتلك. صدقيني لو انا ما هربت كان رح يقتلني مثل ما قتل لينا. اليوم انا وبكره انتي. شو هالحكي الفاضي نرمين؟ قبل ما حسان يقتلك هربي وانفدي بحالك. معك حق، ممكن كون غبيه لاني اجيت لهون وسمعت وحده مثلك، بس ماني غبيه كل هالقد لصدق هالشغلات. مرت عمي طلعت ومشي الحال، وانا عم بستناها على احر من الجمر. خلصنا، منيح اللي جبت هاي معي. بلاها كنا تعبنا كتير، ما هيك؟ ايه والله معك حق، كان قطع نفسنا بلاها. ايه عن جد مزبوط. ما كان لازم تنفخيها كتير. عمو توفيق، نحن بنقدر نفوت قبل ما تبلش الحفلة؟ تقدروا تفوتوا، رح نبلش فورا. يلا روحي خبريهم لرفقاتك. يلا وين المهرج؟ والمهرج أنا رح خبره كمان، هو هلأ تحت عم يجهز حاله. يلا ركدي، خليني انزل خبره مشان يجيب الهدايا. ماشي، وأنا رح أغسل إيدي. بكير عالتغسيل، انفخي لك كم بالون زيادة. اي بنفخهم بنفخهم على عيني. شو حلو. شكراً شكراً. توفيق، يلا يا أولاد خدوا كل واحد بالون، بدي أعلمكم لعبة كتير جديدة. هلأ أنت اللي طلعت المهرج تبعهم؟ خليها بيناتنا، أنا بشتغل مهرج بقسم الأطفال هون بالمشفى. والله وطلعت بتعرف تعمل شغلات كتير، عم تشتغل مهرج وكمان عم تشتغل دكتور، شو في كمان غيره؟ شو بدي أعمل ياسمين؟ ما في طريقة تانية لخلي هالولاد تضحك، لأنه الضحك بيفيدهم أكتر من كل الأدوية اللي بياخدوها. قديشك شخص منيح أنت توفيق. يلا شاركينا أنت كمان. يلا يا أولاد، أنا بدي أعرفكم عرفيقتي الحلوة. هلأ بهالحياة كل واحد منا عم يطلب شغل. ياسمين كانت معي بالمدرسة. في ناس بدها الصحة والعافية، وفي ناس بدها المال، وفي ناس
ما بدها غير سعادة عيلتها. وفي ناس عم يلاحقوا الماضي اللي ضايع منه. مساء الخير. يا أهلين، شو اللي أخرك علي يا حلو؟ ما كان بهمه أبداً يعرف شو مخبى ورا هالباب، كل همه بس إنه يتذكر. بهالحياة كل شخص عنده أمنية وبيحب إنها تتحقق، وفي أشخاص ببساطة ما بدهن غير يرتاحوا. بس الواحد قد ما حاول وعمل جهده إنه يرتاح، للأسف مشاكل الدنيا ما رح تتركه ورح تضل عم بتلاحقه. أحياناً منستنى قدام باب بدون ما نعرف إنه لما ينفتح رح يتغير كل مصيرنا. مساء الخير. يا أهلي، ليش تأخرت علي؟ صار لي ساعة ناطرتك. أحياناً خطوة واحدة بتحدد مستقبلنا، وهالخطوة مو بالضرورة تكون إيجابية، ممكن تكون أول حلقة من سلسلة أخطائنا ونحن ما منكون حاسين. وغسان لو قدر يرجع بالماضي لورا كان فكر شوي وما عمل هالخطوة اللي غيرت حياته. تفضل. مرحبا. أهلين. أهلين. لا تواخذوني إذا أزعجتكم، بس لينا عفوا، نحن انتقلنا لهون من جديد ولسه ما غيرنا الاسم، بس إذا بدك سألنا طوري بيعرف. ماشي، شكرا كتير، ومرة تانية لا تواخذوني. يعطيك العافية. الله يعافيك. بصراحة أنا جاي بدي أسألك عن وحدة. لينا بتعرفها؟ كانت ساكنة هون. قصدك المرة اللي انقتلت؟ ايه. ليش انت بتقربها؟ مو هيك، ما بقربها. بعرفها بس مو كتير، شوي. والمسكينة انقتلت من فترة. طيب كانوا ضيوفها كتار؟ والله ما بعرف، والشرطة اجوا كمان من فترة وسألوا عنها. اسمعني، ليكون انت كمان شرطي؟ لا لا، ماني شرطي. يعطيك العافية بالإذن. الله يعافيك. بس والله هالوش مانو غريب علي ابدا. نرمين؟ نرمين؟ حبيبتي؟ نرمين؟ نرمين؟ نرمين شو صاير لك؟ نرمين؟ نرمين جاوبيني؟ نرمين ردي علي. نرمين؟ أمي؟
شو صار لأمي؟ كرم نحن لازم ناخدها على المستشفى فورا. لك شو عملت لها؟ مشان الله بلا حكي فاضي كرم، فت على البيت لقيتها غميانة هون بعد من قدامي. حبيبتي انت اللي عملت هيك بأمي. كرم بترجاك هدا شوي، هلا مو وقت هالحكي ابدا. انت كنت خايف انه امي تروح لعند الشرطه وخفت انه ينكشف كل شيء عملته. كرم مشان الله حاجتك حكي فاضي، نحن لازم نتصل بالاسعاف فورا. ولك انا سمعتكم عم تتخانقوا وامي كانت عم تحكي عن اسنان وحده ميته. انت سمعت شوي من القصه، لا تفسر على كيفك مشان الله. انت اللي قتلتها مزبوط، انت قاتل قاتل. كرم مو وقت هالحكي الفاضي، خلاص نحن لازم نتصل بالاسعاف مشان امك، لازم تساعدني. بعد ايدك لا تلمسها. كرم ما بدي اضربك بعد من وشي. بنتي اسمعي منيح، اوعك تاخدي برد هونيك ماشي؟ ماشي ماما. انتي بتعرفيها لما تعمك هي مرة بخيلة كتير، اذا ما شافت التلج عم يدلف تلف ما بتشغل الشوفاج. اه الشوفاج عندهم بالبيت مثل الشوفاج تبعنا بنتي. ايه بتعرفي كيف بتشغلي؟ اطلعي على البلكون بتلاقي هونيك محل تشغيل الشوفاج تبعهم، انا شايفته، تفتحي على الاخير وعملي حالك ما دخلك، المهم تدفي، مفهوم؟ هي بتستاهل. حاضر ماما. ليكي اخذتي كتبك؟ ماما شو نسياني اني رايحه احضر عرس، كيف بدك يعني ادرس؟ درسي تاريخ وانتي بالسياره، ولا قلك درسي جغرافيا احسن لك، وطلعي حواليكي بتشوفي الطبيعه كلها اصلا دراسه مشان تسهل عليكي، يعني لازم تشوفي مناظر حلوه وتكوني مرتاحه. ماشي بنتي. حاضر. انا ما عم بتدخل عم حاول ساعدك. ها شوفي خليني احكي مع ابوكي كلمتين، يعني مشان يسوق مثل الخلق بلا ما تنضربوا وتقلبوا على وشكم. ما بدي فوت لجوا. ديما لا تقربي، رجعي لورا. حاضر ماما. ديما تعالي شوفي بنتي على مين رح اعرفك. تعالي روحي روحي لجوا، فوتي بسرعه. خير ياسمين؟ مين هاي؟ مين هاي المره اللي معك؟ جنتي شوفي. وعم تسألني شوفي كمان؟ شوف إذا ما نزلت هاي المرة من السيارة بنتي ما بتطلع معك أبدا. ياسمين بلا حكي فاضي. ما دخلني. ديري وشك ديري وشك ديري وشك، لا تطلعي. ماشي. صاير مشكلة معكم؟ المشكلة بوجودك هون. تعالي أنت تعال هون. خير شو بدك؟ ولك ما بتخجل تجيبها لهون؟ ما بتخجل بعرس قرايبينك تاخذ بنتك مع هي المرة؟ شو أنت مجنون؟ ليكي أنا مو ناقص نجنانك ياسمين. ديما فوتي لجوا. ديما وقفي. فوتي. ديما ديما تعي بدي فهمك شغلة. شو بدك تفهمها للبنت؟ اه شو بدك تفهمها؟ احكي عم بسمعك. انت بدك تبهدل بنتي قدام العالم كله يعني؟ انا فكرتك عم تبالغ لما حكيت عنها، بس والله طلع معك حق. شو عم تعملي ياسمين؟ يقطع عمرك انت وهالعادة، بدك تضل تحكي علي قدام الناس؟ فهمي من يومك واحد وسمي ياسمين. شو انت؟ لا تروحي. ديما وقفي استني، هاي المرة اللي عم تحكي عليها هاي مانا لا حبيبتي ولا شيء تمام؟ لكن مين هاي المرة؟ بالله فهمني لشوف مين هاي. أنا مرته لكينان. آه؟ صار لي ساعة عم حاول أحكي لك بس ما في مجال، ما سكتتي، أصلاً أنت على طول بتعملي هيك. بسيطة، طالما أنتوا تعرفتوا أنا بعد إذنك يعني بدي أشرح لبنتي الموضوع. ديما حبيبتي ما قلنا لحدا أنه تجوزنا أنا وكينان، وبعد هيك رحنا قضينا شهر عسل كتير حلو. شوفي لا تكذبي علي، انت من وين ومن امتى بتعرفي لهذا الزلمه وكيف بهي السرعه جوزتو؟ والله نحن كمان استغربنا، بس بتعرفي قديش نسبتهم؟ قديش كانوا 70% على حسب معرفتي، 70% منهم هيك بيتجوزوا. اعطيني دفتر الزواج. هاتي طالعي. بصراحه انا بعرف ليش انت عم تعملي هيك، لانه اكيد هلا قلبك عم يغلي وغيران ومدري. وهلا شرحت لها لبنتي الموضوع واعتذرت منها كمان وسامحتني، ما هيك حبيبتي؟ معناتها هلا صار فينا نسافر. يلا بنتي يلا امشي. لا لا ديما لا، تعي لا تروحي لا تروحي بلالك هروحي. امي لا تروحي حبيبتي بلالك ياها بنتي. لحظة امي خليني اروح معهم، بكره ارسل لبنت عمي وانا بدي اروح بترجاكي لو سمحتي. ماشي روحي، بس اسمعي انت عندك امك بتعرفي هالشي ما؟ وانت مالك يتيمه مفهوم بنتي؟ ما بتركك بين ايديها لو شو ما صار. اذا هدول بلشوا يعملوا معك شغلات غلط اتصلي فيني، والله العظيم بقتلك ياهن، هن الاثنين بدبحهم دبح. ماشي ماما خلص بودك اني اتصل فيكي. ديما يلا خلصينا. جايه بابا. شوفي امي انت اوعك تطلعي من البيت بدون ما تاخذي مفتاح ماشي؟ وانا تاركه مع خاله نرمي النسخه. ماشي. ديما جايه بابا لحظه، وكمان اطلعي على الفرن منيح وتاكدي انه مطفي. ماشي تاكدي.
ديما دفي حالك مثل ما وصيتك. وانا رح اشتقلك باي يا عمري. لا تنسي تدرسي مثل ما وصيتك. خلص ماما هلا بالسياره بدرس شوي مثل ما اتفقنا. لا تاكلي همي ليكي بنتي، حتى لو قعدتي ورا حطي حزام الامان. حاضر ماما. وبهالوقت حتى ابوك لا توثقي فيه. لا انا ما بوثق بحدا. برافو مراد. ابني حاجة ناديلي ابني، انا ماني ابنها. متعود هيك قلك، بعدين انا اللي ربيتك كل هالعمر، بقى اسمعني. انا بعرف شو مشكلتك، بدك مصاري بس ما رح ساعدك. مراد اسمع، انا رح يخلو سبيلي وما عاد بدي مصاري منك، وهذا الكلام اكيد. بكره بدي اطلع من هون وحابب شوفك يا مراد. انا ماني حابب شوفك. لا بقد لي انا بعرف كتير منيح مين اللي عم يحرضك علي، بس اطلع بوجهي والله لا يندم على اللي عم يعملوه. يسلموا ايديك. وينو السلم؟ اذا مخبي رح لاقيه، بقى طلعه احسن لك. شو عم تقول كرم؟ اي سلم وليش بدي خبيه؟ كرم شو القصه فهمني. انت عم تكذب علي، وامي بتعرف بالقصه وشافته المسا، بقى اذا مخبيه طلعه فورا. لا اله الا الله، وين بده يكون راح؟ اكيد ريهام بتكون فوتته لجوا. كرم الله يخليك اهدى شوي. ريهام ريهام شو امتى اجيتوا؟ بنتي في سلم كان على البلكون وما حدا قرب عليه، انت اللي شلتي؟ مو انا. عم قلك انه هو اللي خباه. مو انتم امبارح تخانقتوا وقلتي بدك تروحي على الشرطه، وهو خاف وعمل كل هالقصص فيك، ليش ما عم تصدقي؟ كرم امبارح حكينا عن هالشغلات ما هيك؟ حميد ربك انك اجيت بوقت كنت انا هديان فيه، لانك لهلا ما بتعرف جنان كرم. ايه مرحبا كرم، شبك حبيبي؟ مبين عليك زعلان، شو الموضوع؟ بالليل نقلنا امي على المشفى، وقعت على البلكون ومنيح الماء قلبت لبرا. لا شو عم تقول ابني؟ انت ما بتعرفي؟ لا والله ما سمعت شي بنوب. هلا هي بالبيت؟ انا متاكده هنن يلي ورا هالقصه. حياتي هي الحادثه صارت بالصدفه. فهمني كيف ممكن تيجي كل هالصدف مع بعض حسان؟ والله ما بعرف، بس هنن ما بيسترجوا يعملوا هيك حركات معنا. بس انت شفت بعينك كيف عملوها، وبعدين هذا الكيس شو جابه على البلكون؟ وانا متاكده انه جوات هالكيس كان في سنان، وهي السلم اليوم مانو موجود، والكيس كمان مانو موجود، كله اختفى. حسان حسان قدروا يفوتوا لجوات بيتنا. انا بفتح ماما. يا روحي امك وينها؟ ليك شو لك حطيهم جوا. نرمين ياسمين حبيبتي. يا روحي ياسمين حبيبتي، شفت كرم برا هلا وهو اللي قال لي. حياتي أنا عندي شغل كتير برا وصار لازم أطلع. ماشي يا روحي الله معك. أنت منيحة طمنيني عنك. يا روحي أنا منيحة وهلأ صرت أحسن. كيف صار معك هيك احكي؟ وأنت عم تنشري الغسيل كتير مديتي حالك هيك يعني؟ سلامة قلبك. يا الله شو خفت عليكي. يا الله شو خفت عليكي. مرحبا حبيبتي. خفت كتير. نرمين شوفي يوم أحلى، لما سمعت إنه رفيقتها تعبانة نسيت كل شيء وإجت مشان تطمن عليها. وقت المصايب بينتسى الزعل. يسلموا إيديك يا حبيبتي. أهلا وسهلا. سلامتك يا روحي. الله يسلمك. كانت رح تروح يا حياتي. أهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتك. في شي عم يوجعك نرمين؟ لا. كيف صارت هالشغلة فهمونا؟ مرت عمي برأيك خطتنا رح يمشي حالها؟ انت لا تاكلي هم، انا فكرت منيح وحسبت حساب كل شي ممكن يصير، وحسان اكيد رح يرجع لعنا برجليه. وكمان بكرة لما يصير عنا ولد كل شي رح يصير احسن من قبل، ومنرجع مثل اول كلياتنا مع بعض. انا وعدت لامك يا غصون، وما رح خلي هالبيت يخرب طول ما انا عايشة. ايه والله هذا اللي صار معي، يعني هيك فجأة زحطت رجلي ووقعت من السلم. تفضلي. يسلموا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. طيب السلم كان مكسور ولا انت الحق عليك استعجلتي وانت طالعة؟ يسلموا حبيبتي. راسي فتل فجأة وحسيت ماني متوازنة، بجوز نزل ضغطي بهالوقت. منيح اللي الله تلطف فيكي وحماكي. الله لا يقدر، بس كانت وقعت وانكسرت رقبتها. أبشع من الموت هي القصة. ليكي في وحدة رفيقتي أنت بتعرفيها ياسمين، أنا وقعت وانضرب راسي وغميت، والحمد لله حسان وكرم لحقوني وأخذوني على المشفى فورا، الله ستر.
نيرمين، أنا ندمانة كتير لأني اتهمته لحسان بصراحة. هلأ مالي عارفانة كيف بدي أعتذر منك أنت وياه. ياسمين حبيبتي، أنا كمان كتير غلطت معك، لا تواخذيني. والله لما طلع التقرير بوشي ما عرفت شو بدي ساوي، كنت مفكرته مجنون بس طلعت أنا المجنونة. خلاص واحد كان شب وفات وطلع، شو فيها هي يعني؟ بعدين لما كنا شباب شو اللي ما عملناه نحنا؟ كل الرجال بتجيهم فترات من عمرهم بيكونوا فيها طايشين. ياسمين حبيبتي كأنه هالشغلة صار لزمان ومرقت مو؟ طبعا شو صار طبعا بتصير مع أي حدا فيها. أكيد صار لزمان، يعني قصة ومرقت خلاص. ياسمين أنا خجلانة من اللي عملته فيكي وكتير لمتك وندمانة، بس أنا كمان قلبي حاسسني إنه غسان رح يطلع بريء من هالقصة وتذكري كلامي مع الوقت. إن شاء الله. أنا كمان بعتذر منك، هلأ خلص تصافينا. لازم يغار عليكي وانتي لازم تتهربي منه وبتشوفي كيف رح يلحقك. قال هو بكرة بده يلحقك ولازم تهربي منه، شلون فاتت كل هالقصص براسي؟ غسان؟ مرحبا. أهلين. بصراحة بدي أحكي معك موضوع، تتذكر لما أجيت لعندي على البيت المساء؟ أنا كتير زودت عليك وهالشي مو قاصدته، بس رح أشرح لك كل شي. مو مهم، بالأول خليني أنا أشرح لك ليش أجيت. بصراحة أجيت مشان أعتذر منك، لأنه عرفت أنه مراد دفع مصاري المحامي. شو؟ مصاري المحامي كنان دفعهم، مراد ما دخله. يمكن السيد كنان هو اللي وكل محامي، بس مراد هو اللي دفع. وبهالقصة كنان كان عم يستغلك بالموضوع، وهذا اللي بدي أشرحه. ما دفع المصاري؟ لا هالمرة أنا أكيد ما رح أسكت له لهذا الحقير. طول بالك ياسمين، روقي شوي، فكري وبلا ما تتصلي وخلي هالموضوع يتسكر. أنا ما رح ضايقه، بس بدي أحكي معه كلمتين وسكر لك. خلاص مين علينا؟ شوف شو سكر. شو هذا الصوت؟ شو؟ ياسمين أنت طوصتي. مين طوص؟ أنت إهدي. أنا؟ دم ياسمين. تاكسي، نادوا لتاكسي بسرعة. يعني مين اللي بده يقوصني؟ مين وليش بده يقوصني؟ ياسمين خلاص اهدي شوي، شوفي هلأ أنت منيحة ورصاصة بس جرحتك. لك أنا مرة عايشة بحالي، صدقني ما عندي مشاكل، بعمري ما ضايقت حدا ولا أزيت بني آدم، بقى مين اللي بده يعملها؟ ايه بجوز مو أنت المقصودة، يمكن كانت الرصاصة إلي. قالك أنت؟ وليه؟ يمكن جريمة قتل لينا إلى علاقة باللي صار اليوم. لا مستحيل. لا لا، يعني قصدك جوزة لنرمين حسان؟ لا إذا فكرنا أنه هو عمل الزلمة بشغله ملتهي. أنا أول شي فكرت فيه وصرت لاحقه زيادة، بس مو هو، مع أنه كان له علاقة بلينا وضلوا مع بعض فترة منيحة. مين؟ حسان، هو كان يحبها للينا وضلوا فترة منيحة مع بعضهم. حسان كان يحبها للينا؟ شو هالحكي؟ طبعا. شوف غسان، أنت ما كان لك علاقة بلينا، شيل هالقصة من بالك ماشي؟ لا أنا كنت بعرفها، أنا تذكرت لالينا ورايح عبيتها كمان. بالله كيف ما عم تتذكرني لألي ولالينا تذكرتها فورا؟ أنت رحت على بيتها يعني؟ أمتى؟ ياسمين طمنيني، إن شاء الله أنت منيحة هلأ. إيه ماشي الحال منيحة. أنا خليني روح بعدين بشوفك. الحمد لله على السلامة. يسلموا. مين يلي قوصك وليش؟ والله ما بعرف، أنا بعمري ما أزيت حدا ومالي مشاكل بنوب. ياسمين؟ زيزي خير شو صار لك؟ ما بعرف والله مالي فهمانة. الحمد لله على السلامة. خير شو صاير؟ تعرفوا يا بنات أنا بعمري ما أزيت حدا، بس في واحد بده يقتلني وأنا مالي عارفانة شو عملت له. صار لازم تذبحي خروف وتوزعي. رفيف أنتي بتعرفيني أنا كل ما بشوف شحات بالشارع بساعده وبعطيه شوية مصاري بإيده، دايما بساعد العالم، كيف صار معي هيك؟ والله ما عم بفهم. هاي نرمين عم بتدق. ايه حبيبتي. ايه نحنا جنبها لياسمين. سلميلي عليها. منيحة منيحة. إذا بتقدر تحكي أعطيها التليفون خليني اسمع صوتها واطمن. بدها تحكي معك، مشغول بالها عليكي. تفضلي. ألو نرمين.
آخ لهلأ ما عرفت شو القصة يا رفيقتي. كنا واقفين أنا وغسان بالشارع عم نحكي، بوم طلع صوت مسدس. غسان شبك شو صار لك؟ فهمني. أنت اللي فهمني. اليوم الصبح مو أنت اللي بعتت حدا ليقتلني؟ أنت شو عم تحكي؟ ليش لحتى حاول أقتلك؟ بسبب لينا حبيبتك القديمة، بجوز كان إلها علاقة فيني وأنت بسببها بلشت تعاديني. بلا هالحكي الفاضي هلأ، ناقصني عداوات لحتى عاديك؟ احكي لشوف شو بتعرف. كل اللي بعرفه انه انت الوحيد ورا الجريمة اللي صارت، وبقلب صندوق العدة تبعك لقوا اداة الجريمة، وكمان كان على ايد المرة رقم تليفونك. هاي الشغلات الكل بيعرفها. انا قصدي اسألك اذا في شي تاني مخبي عني، لانه اذا مخبي شي ما راح اتركك. ياسمين لون وشك مو عاجبني منوب. أنا عم أتذكر لينا ورايح على بيتها. لا حبيبتي ما فيني شي، أنا منيحة. شو رأيك وحدة منا تضل معك؟ أنتوا روحوا على بيوتكم يلا. صدقيني كنت بتمنى ضل معك، بس اليوم أول يوم بشغلي، لا تواخذيني. حبيبتي لا تاكلوا همي بنوب، خلاص شوفوا توفيق موجود. إيه ما في داعي تخافوا، أنا بأيام معه هون. إذا هيك نحن رح نمشي. إيه رح نروح. ماشي يا بنات اسمعوني شوي، مشان ديما اليوم سافرت عند عرس وما بتعرف شو صاير معي، وإني تقوصت أصحكن، ما بدي حدا يخبرها بلا ما ينشغل بالها. ماشي ماشي خلص أنتي لا تاكليها كتير منيح. ماشي ليحنا وقت اللي بدك. يعطيك العافية. الله ما بدي وصيك، انتبه عليها. حياتي اجوا مشان ياخذوا الكراسي، وقبل كمان انه يرجع لي المصاري كلياتهم. ايه لازم يرجعهم، شوفت عينك ما قعدنا عليهم يوم واحد بلشوا يطقطقوا. ايه غير محل ما كان رضي يرجعهم ابدا. المهم هلا انت حكيتي مع محل مشان الكراسي الجداد ما هيك؟ ايه حكيت، وبكره رح يكونوا عندنا. ايه الله يخلي لي اياكي حبيبتي. عفوا معلش تاخذ هذا كمان. حياتي ياسمين كيف؟ والله يا عمر ياسمين منيحة، بس مستغربة القصة اللي صارت معها. يعني كيف بيجي واحد على الحارة ومعه سلاح بعز الظهر وبأول والله بيهرب؟ والله معك حق تستغربي. أنا كتير متحمسة لأنه رح نبلش. عنايات اتصلت فيني وقال استنوا شي أسبوع لأنه بدها تدهن المحل. ما بقى فيني استنى ساعة زيادة، طلع هالمفاتيح يلا هاتون بسرعة. هاتون يلا. منيح أنك تارك معك مفاتيح المحل. وهلا رح نفوت. يلا بسم الله. شو بدي قلك، فوت برجلك اليمين. ايه يا الله شو هاد؟ لا مو معقول شيرو، مشان شو بدهم يدهنوا المحل؟ حياتي الحيطان كتير نضاف وبينشغل فيه فورا، والله كله نظيف ومرتب. ايه بياخد لعن. يا لطيف لعن. يا لطيف. اي عمار حياتي لقيت الغنية اللي رح غنيها بالافتتاح، بدها شوية تدريب ورح تطلع بتجنن. رفيف ماني مصدق اني رح ابلش. عمر لا تتوتر ابدا لانه بجوز نحن ما نبلش. كيف يعني؟ كروت الدعوة انا شفتهم. كروت الدعوة خالصين؟ هداك الاسبوع بعتنا 100 وهذا الاسبوع كمان وزعنا 100 كرت باليد، واذا اجا نص المعزومين رح يكون المحل كله صار كومبلي. ما هيك؟ بكرة عند الافتتاح ما رح يكون في حدا هون عمر. كيف يعني؟ رح افهمك، لانه تاريخ الافتتاح المكتوب على كروت الدعوه ما له تاريخ بكره عمر. كيف يعني؟ انت قبل ما تطبع كروت الدعوه ما بعتت لك المطبعه مسطره لتشوفها؟ بلا بعتولي. ايه ايه وقت وصلت انا طبعا فحصتها منيح، بس ما شفت غير الالوان وشكل الكتابه مو اكثر. والتاريخ؟ برافو عليك، نسيت تشوف اهم شغله. يعني نحن هلا لازم نأجل الافتتاح؟ لا ما بنقدر نأجله، لأنه نحن إذا ما افتتحنا هلا كل يوم رح نخسر أكتر. طيب شو لازم نعمل رفيف؟ شو نعمل؟ أنت خليك عم تتدرب على الغنية تبعك، وأنا مثل العادة رح صلح وراك حبيبي.